طب عليا بس خلاص مش عايز تاني. حد اختفلوا لي كده خلاص زمان الناس قالوا هي غرفه شويه كده ولا بيودي انا بس التركيه مفتوحه هنا والدم اللي هنا ده التركيه اقوى طبقه في الاسلوب الغزالي عشان كده بنخيطها لوحدها بعد كده بنخيط ايه طلعناه بالستمك تيوب الانسية بتاعي حتى بنت ولا ترى قلنا احنا الباتر اللي فين التلت اللي هو لا الشتين الاولانيين في البنت ولا ترى في البنت في الدب بس يا جماعة الطبقة بتاعت الكوزة بتبقى فولدي فولد مية مع البنات اللي ايه البلد ده من التركيه راحت على على الماوس كافيتي وبعدين دخلت على ايه على السبوكس مش كده عملنا العمليه بتاعت السبوكس بس
بس يا جماعه هي الميوكوزا بتعتيالوس بس تبقى فردن بتعمل زي الاستك بتمط وترجع تاني ماشي. الطبقة بتاعت ايه؟ بخيطها الأول وبعدين بخيط ايه؟ الطبقتين الثانية المسكرة الثانية. قلنا لما نخيط الميكوزا بنخيط بنعمل العودة بتاعتنا من ايه؟ من الداخل. تاني يا جماعة الميكوزا من الداخل ايه؟ بتاعتي؟ بدخل من الداخل هنا بطلع كده العودة بتاعتي تبقى من ايه؟ من الداخل. بعد كده بلف حوالين ايه؟ جرح عالي. ليه العودة من الداخل؟ عشان بعد ما يحصل الايسيس دي او بتاع دي يا جماعة آخر عودة معايا أعملها إزاي؟ آخر عودة معايا أعملها؟ كده عامل ايه؟ ازق للداخل العودة بتاعت ايه؟ بعد كده بخيط ايه؟ ماسكه اللي هي الادفنتيشن من بره مرة اسمها الادفنتيشن سيكوزا خير الطبقة الثانية الجاية هسيبه مرة أكثر وبتعمل عليه عشان تشد الماسكة بس توضيح ليكم يعني
من موضوع الدرين ده بعمل خيط الجرح كله من سفحة صغيرة من تحت كاتبولستين كله نحط فيه درين ونغير على الجرح عشان ايه ما يحصلش